من يملك قوت يومه يملك قراره، هذا إيمانا من الدولة المصرية ومن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الغذاء لكل المصريين وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. حول المزيد لتفاصيل هذا المشروع الأهم، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة. دكتور محمد، يعني تابعنا الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق شارة البدء اليوم، يعني استلام موسم القمح الخاص بأربعين ألف فدان في هذه المنطقة محور الضبعة. كيف تقرأ أهمية هذا المشروع الأهم مستقبل مصر للإنتاج الزراعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا أستاذ محمد على إتاحة الفرصة نتكلم من خلال تلفزيون الدولة المصرية للإنجازات التي تقوم بها الدولة في مجال التوسع الأفقي، وهو احد الانشطه او احد المحاور المهمه لتحقيق الامن الغذائي لشعب مصر. لعلنا تابعنا اليوم مساحات شاسعه من صحراء كانت جرداء في الماضي القريب، كان لا يوجد فيها اي شكل من اشكال الحياه، وجدنا اليوم فيها كل انواع المحاصيل المزروعه، محاصيل استراتيجيه، محاصيل حبوب، محاصيل سكريه البنجر، ومحاصيل خضر وكثير من المحاصيل. ده مجهود كبير جدا تقوم به الدولة في إطار تحقيق الأمن الغذائي، وفي إطار أن الدولة لا تترك أي فرصة كبيرة أو صغيرة إلا وتستغلها في سبيل مساعدة ودعم اقتصاد مصر. اليوم فخامة الرئيس شهد افتتاح مستقبل مصر، وهو أحد مكونات مشروع الدلتا الجديدة العملاق. الدلتا الجديدة على مساحة تقريبا 2 مليون فدان، استهدف زراعه مليون فدان، ولما نقف عند مليون فدان فمليون فدان يعني انه 10% من مساحه مصر المنزرعه من الاف السنين. 10% ده رقم كبير، ان تقوم الدوله باضافه هذا الرقم الى الرقعه الزراعيه معناه ان الانتاج المتوقع منه سيكون له علاقه كبيره جدا بتحقيق جزء مهم من الامن الغذائي، وجزء اخر مهم من في تنافسيه الصادرات الزراعيه. صحيح. مصر بتصدر ملايين الاطنان من الخضر والفاكهه، وكل العالم يشهد بجوده هذه المنتجات، والا ما كانوش خدوا منا 5.6 مليون طن في السنه. طب دكتور محمد، يعني متأمل لهذا المشهد إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، هناك دراسات علمية وأيضا استعانة نتحدث عن يعني أحدث أساليب الري وأحدث التطبيقات العلمية والذكية في مجال الزراعة، يعني نريد أن نتوقف قليلا عند هذا الجانب، إلى أي مدى يمكن الاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة في تعظيم إنتاجية المحاصيل، لا سيما طبعا محصول القمح؟ حضرتك، احنا بنتعامل في مساحات شاسعه من الاراضي الزراعيه، احنا لا نتعامل مع مساحات مبعثره في الوادي والدلتا، بتكلم على الاراضي القديمه فدان ونصف فدان، فانا بتكلم على عشرات بل مئات الالاف من الافدنه منزرعه في الصحراء، لا يعني تحت اي حال من الاحوال لا يتم التعامل الا من خلال التكنولوجيا الحديثه. صحيح. سواء كان ميكنه زراعيه حديثه، سواء كان حتى اسلوب اداره الانتاج الزراعي بالتكنولوجيا الحديثة فيما يخص التحول الرقمي في الزراعة، الجي اي اس او نظم المعلومات الجغرافية. انا بتعامل مع يعني مئات الملايين من النباتات المزرعة في حيز واحد، مش هقدر اتابع كل هذه بالطرق التقليدية او بالعمالة الفنية، مهما كانت العمالة المدربة مش هيقدروا يستوعبوا كل هذه المساحة. من هنا جاءت فكرة أن يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة هذه المنظومة. أولا حماية المحاصيل القائمة، ثانيا تعظيم الاستفادة من مورد المياه. أنا لما أدي للنبات احتياجاته من المياه تحديدا لا زيادة ولا نقصان، فأنا قدرت أعظم من هذا المورد النادر اللي أصلا عندي محدودية كبيرة جدا في موارد المياه. أنا بزرع في 10 مليون فدان. صحيح. من إجمالي مساحة مصر 240 مليون فدان بسبب محدودية المياه التحديد. تمام. فبالتالي إدارة هذا المورد مهمة جدا في موضوع. دكتور محمد، فيما يتعلق بالسؤال اللي بيسأله المواطن حتى العادي دائما، المحاصيل الأساسية، يعني نود التعرف أكثر على التركيب المحصولي، المحاصيل الخاصة بالقمح، الذرة، البنجر، إلى أي مدى هذا المشروع والدلتا الجديدة يمكن أن توفر مباشرة الاحتياجات أو السلع
المحاصيل الأساسية التي يحتاج إليها المواطن المصري؟ وده سؤال مهم جدا، لأن الزراعة في الصحراء زراعة مكلفة. صحيح. فبالتالي لابد من زراعة محصول يكون إيراده عالي، محاصيل استراتيجية زي محاصيل الحبوب، القمح والذرة، ومحاصيل الزيوت، وحتى المحاصيل السكرية محاصيل ضعيفة الإيراد، يعني إيرادها ضعيف. وأن تقوم الدولة بزراعة هذه المحاصيل يعني ذلك أن الدولة تتكلف تكلفة كبيرة خفية غير معلنة، يعني الدولة بتتكلف فعليا لإنتاج طن قمح واحد في الصحراء غير الوادي تماما، غير الوادي والدلتا، يعني التكلفة أعلى من إنتاجه في الوادي والدلتا. كل هذه التكلفة تتحملها الدولة لأن لها هدف واضح جدا، وهو تحقيق الأمن الغذائي، تخفيض الفجوة في هذه المحاصيل. أنا زي ما قلت لحضرتك، أنا بزرع في مساحات ضئيلة من مساحة مصر، وده بحكم موقع مصر الجغرافي. فبالتالي أن الدولة تزرع قمح وذرة وكل المحاصيل اللي تستهدف منها تقليل الفجوة منها وتقليل فاتورة الاستيراد، معناه أن الدولة تقوم في الطريق الصحيح رغم أن التكلفة كبيرة لإنتاج هذه المحاصيل. وده الهدف الرئيسي من التوسع الأفقي، أن الدولة تتوسع في الأراضي المنزرعة إضافة للرقعة الزراعية الموجودة فعليا للهدف الكبير، وهو تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل. طيب، الرئيس أيضا شدد على التجربة الخاصة بأهمية إشراك القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص دكتور فهيم يعني قادر على تحقيق الكثير من المهام بكفاءة، ويمكن أيضا استغلال الرؤوس الأموال المنتشرة في مصر لدعم هذا القطاع. كيف تقرأ هذه الشراكة ما بين القطاع الخاص والدولة المصرية؟ أولا لابد من أن نشهد للقطاع الخاص المصري أنه قطاع وطني بامتياز ومخلص لهذا البلد. القطاع الخاص في مجال الزراعة يتحمل جزء كبير من المخاطرة، بالمناسبة لأن هو قطاع الزراعة والاستثمار في الزراعة دي يتميز في أي مكان في العالم بأنه في جزء من المخاطرة. أن يقوم القطاع الخاص بتحمل هذه المخاطرة ويقوم بالمساهمة الكبيرة، وطبعا بدعم كبير من الدولة، يعني الدولة هي التي تقوم بتجهيز البنية التحتية لكل مناطق الاستصلاح، لأن القطاع الخاص مش هيقدر يتحمل هذه التكلفة، تكلفة الاستصلاح ومد وإيجاد مصادر للمياه ومد الترع أو مد القنوات الخاصة بالمياه والصرف وإلى آخره، والطرق والكهرباء وكل الخدمات التي الخدمات الأساسية للاستصلاح تقوم بها الدولة. ثم يقوم القطاع الخاص بالاستفادة من كل هذه الإمكانيات ويقوم بالاستزراع، ودائما وأبدا القطاع الخاص عنده ميزة كويسة أنه عنده متابعة شديدة جدا لمكونات استثماره، يعني ما بيستثمرش ويسيب الاستثمار هو بيتابعه، فبالتالي بيكون إضافة كبيرة جدا. الدولة قامت بواجبها تجاه القطاع الخاص أنها وفرت الإمكانيات الكبيرة اللي هتكون تكلفه كبيره لو القطاع الخاص تحملها، والقطاع الخاص بيقوم بواجبه انه بيستثمر هذه الاماكن ويتحمل المخاطره ويبتدي يدخل داخل دائره الاقتصاد القومي في مصر. فبالتالي الدوله لا تتاخر ابدا في دعمه، والقطاع الخاص لا يتاخر ابدا في ان يقوم بواجبه في مصر. مشروع مستقبل مصر هو باكوره مشروع الدلتا الجديده، نتحدث عن يعني مساحات جديدة تضاف للخريطة الزراعية المصرية. شرق العوينات منذ يعني أيام قليلة وأسابيع قليلة شهدنا ما حدث في توشكا الخير، نتحدث عن أماكن كثيرة أيضا في صعيد مصر. أهمية إضافة مساحات جديدة للخريطة الزراعية في مصر. على فكرة اختيار المواعيد أنا من وجهة نظري فيها عبقرية وذكاء. لما في اقل من اسبوعين كان هناك افتتاح توشكا الخير، فخامه الرئيس قام بافتتاح موسم حصاد القمح، الذهب الاصفر القمح، في اقصى جنوب مصر على حدود مصر الجنوبيه. واليوم يقوم بافتتاح مشروع زراعي اخر في اقصى شمال مصر، يعني الدلتا الجديده في شمال مصر، يعني موقع الجغرافي يعتبر ذلك. كانها رساله قويه ان الدوله لن تترك مكان يمكن استثماره. صحيح. من اجل مستقبل هذا البلد الا وتكون متواجده فيه وباقصى قوتها، وده اللي حصل النهارده بالظبط لما شفنا ان صحراء من سنوات قليله كانت صحراء جرداء لا يوجد فيها اي شكل من اشكال الحياه تتحول الى جنه خضراء، يعني بمعنى الكلمه جنه خضراء. الكلام اللي احنا بنقوله ده مش كلام فلسفي، ان انا استصلح متر واحد في الصحراء، اللي بيزرع في الصحراء عارف كويس جدا المشقه والتكلفه العاليه والمخاطره
والتعب الكبير جدا عشان احول لون اصفر للون اخضر، فالموضوع مش بسيط ولا سهل وتكلفته كبيره. الدوله بتقوم بهذا المجهود وبهذه المخاطره لان المطلوب كبير والتحديات العالميه الكبيره اكبر من قدرات دول كتير. في دول زراعيه تزرع على مياه الامطار، يعني لا تعاني من اي مشكله في مصادر المياه، ورغم ذلك تاثر اقتصادها وتاثرت وتاثر سلاسل الامداد. صحيح. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه. اذا هو مشروع يفتح لنا ابواب الامل والخير لكل المصريين، كما تابعنا مع حضراتكم على الهواء مباشره افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاهدينا الكرام لهذا المشروع الاهم والاكبر، مشروع مستقبل مصر للانتاج الزراعي، ذلك الحلم الذي تحول لحقيقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضا لتقليل الاستيراد وإنشاء مجتمعات جديدة عمرانية وزراعية بإرادة وطنية. نشكر لكم حسن المتابعة.